السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة أنا عملت تجربة جديدة، نشرت على صفحتي اللي على الفيسبوك اللي الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف، نشرت على صفحتي وقلت قول لنا على مصيبة عملتها وأنت صغير. الحقيقة ما كنتش فاكرة إن حد بيعمل مصايب وهو صغير، كنت فاكرة إن الأمر محدود جدا، لكن الحقيقة كومنتس كتير اتكتبت وناس كتير قالوا على مصايب عملوها وهم صغيرين. أنا الحقيقة بدأت دايما بالكومنت بتاعي وقلت إن وأنا صغيرة حطيت صوابعي في فيشة الكهرباء من باب الفضول، يعني كنت عايزة احط الفيشة فبدور الفتحتين بتوع الكهرباء فين، فبدور عليهم اسبوع كده وحطيت صوابعي في الكهرباء، فطبعا ايه الكهرباء نشفتني. ده كان اول تعليق. تاني تعليق بقى، تعالوا مع بعض نستعرض التعليقات ونشوف التعليقات قالت ايه. اوكي نقرب كده ونشوف التعليقات قالت ايه. كده هنا انا هوضح لحضراتكم، مش عارفة اذا كان كده واضح ولا لا، يعني انا طبعا جايبه موبايل غير موبايلي. عبد الله بيقول خلاص. عبد الله موسى العشيبي بيقول، مش عارفه مش واضح، اعتقد كده مش واضح قد كده. اوكي هنستعرض اول تعليق معانا. عبد الله موسى العشيب بيقول ايه؟ بيقول دكتوره ايمان عبد الحميد، كانت امي كالمعتاد هي والنساء العزبه في اجتماعهم الليلي امام بيتكم العامر مع امكم الغاليه عليها رحمه الله، يعني والدته كانت مع والدتي وكان اخواتي يلعبوا في الشارع، كنت بتفرج على التلفزيون ال ان اي سي الابيض واسود، واذا بشيء يوسوس لي ان اعض سلكه فيشه التلفزيون بين اسناني واجاركم الله بعدها، لم ادري الا بالاجتماع النساء كله فوق راسي. طبعا ليك حق ان الاجتماع النسائي كله يبقى فوق راسك، لان السيدات اتخضوا جدا لما لقيوا ان كل ان في طفل يعني صغير بيصرخ او الكهرباء خد يعني لسعته مثلا. دعاء الاسود بتقول، وانا صغيره كنت انا وبنت خالي، يعني كنا بتاع 5 سنين او سنه، مرات خالي كانت بتعمل مربى جزر، ففكرنا نعمل انا وبنتها مربى، جبنا برسيم يعني كانوا عايزين يعملوا مربى برسيم، جبنا برسيم وقطفناه وخرطناه كمان خرطته وحطيناه في حله وعليه سكر وولعنا البوتاجاز وكنا هنحرق المطبخ يعني طول عمرهم شطار قوي. سيلا النبوي بتقول لي ايه؟ انا كمان عملت زيك يا دكتور، بس كنت ماسكه مسمار ومره تانية دبست صباعي بالدباسه. يعني انت كنت ماسكه مسمار وحطيتيه في الكهرباء؟ سيلا النبوي دي. بعد كده عندي داليا لطفي، داليا لطفي هلال بتقول، خرمت فريزر التلاجة وانا بطلع كيس لحمة، قال عايز اطبخ يعني واعمل لهم مفاجأة. طب وخرمت فريزر التلاجة ليه؟ نشوف حد تاني. حنان نايل بتقول، وانا صغيرة حبيت اعمل لامي مفاجأة واغير نظام اوضتها وهي مسافرة، كسرت الدولاب والسرير وبقوا كوم مكسر من قيل، وجت من السفر ودخلت صوتت والباقي طبعا سمعته العزبه كلهم. وحنان حتى يعني عفوا شبشب كده وادوات تانية كتير، طبعا اكيد الوالده استخدمت السلاح التقليدي بتاع كل الامهات. اوكي ادريس بتماوي الفردي بيقول، هي مصيبه واحده عملتها بس وانا كبير، هي اني اتجوزت يعني طبعا ربنا يسعد جميع الناس. فايز فرج عثمان، فايز فرج عثمان بيقول لي، ركبت القطر لوحدي خلصه من غير اهلي، من غير اهلي ما يعرفوا، ورحت فوكا، فوكا دي بعيد عن مطروح مثلا بحوالي 70 او 80 كيلو، يعني ركب القطر لوحده من غير ما اهلي يعرفوا ورحت فوكا ورجعت. وكريم اخويا كان بيغرق القطط في جردل الميه علشان يشوف عندهم كام روح، يعني الحقيقه مصائب فعلا طبعا عشان القطط ب7 ارواح فعلا. نجلاء صدقي بتقول، كنت بلعب انا واختي وقعت غصب عني، يعني اختها وقعت واتفتحت فوق عينها، كنا في ابتدائي، من خوفي من ماما ومنظر الدم بقيت احط لها بن ودقيق علشان ما تنزلش دم وماما تعرف، سامحيني. اختها طبعا الضحيه المجني عليها رفيق عمري. هنشوف مصيبه تانية اتعملت واحنا صغيرين. رياض وريان بيقولوا ايه؟ لقيت كيس قطن طبي، قلت اجرب اولع فيه حته صغيره واطفيه، معرفش انه سريع الاشتعال جدا، يا دوب قربت عود الكبريت منه كانت مسكت فيه كله، خفت طبعا، رحت طالعه من الاوضه وقافله الباب ورايا، يعني مش تاخديه كمان لا سابته في الاوضه، رحت طالعه من الاوضه وقافله الباب ورايا، ورحت قعدت مع امي قدام التلفزيون، مع اخواتي قدام التلفزيون، وبعدين ماما الله يرحمها قايمه تعمل حاجه لقيت ضوء احمر وصوت طقطقه، فتحت الباب لقيت الكومودينو كله مولع، وطبعا انا نكرت تماما اني عملت حاجه. ما شاء الله عليكي. في كمان عندنا كومنت تاني، منى احمد بتقول ايه؟ نيمت بنت الجيران عندنا واهلي ما يعرفوش، وطول الليل واهلها واهلي بيدوروا عليها في البلد بحالها، وبعدين خدت علقه موت بعدها
طبعا خيرا تعمل شرا تلقى، ده هي اللي بتقول، بس الحقيقة ده مش خير اللي عملتيه. أحمد إسماعيل بتقول والله كان على المصايب كتير، بس الواحد عنده زهايمر. أوكي إن شاء الله تفتكري. أقول إيه ولا إيه؟ جيجي مصطفى بتقول أقول إيه ولا إيه؟ فكرتينا بالذي مضى. فعلا القرآن حياة بتقول وأنا في رابعة ابتدائي في الفصل المدرسة راحت تقعد، شلت الكرسي ووقعت على الأرض. ومرة والدي كان في اسكندرية وجاب تعبان كان بيتلم وبيتفرد، تعبان البلاستيك بتاع زمان يعني، كان بيتلم وبيتفرد. تشوفيه تقولي حقيقي. رحت أنا خدته المدرسة تحت التختة، الأبلة شافته تحت التختة صوتت وقالت تعبان. الفصل كله جري والشاطر يقع فوق التاني. كفاية عليكم كده. نقرا ماجدة قالت ايه. ماجدة محمد حسن بتقول كنت صغيرة، ماما جابت المنجد لتنجيد المراتب والمخدات القديمة. كان زمان القطن بيتباع بالانتار، المنجد فك المراتب والمخدات، وماما اشترت انتار ونص قطن عليهم، لاننا كنا عيلة 6 اخوات وماما وبابا. انا بقى عملت ايه، بنت عمي جت لزيارتنا ومعاها صواريخ اللي كانت في كيس ورق وراسها رصاصي رمادي، خدت منها واحد ولعته وجريت بيه وهو والع ناحية المنجد، والصاروخ والع حرق القطن القديم والجديد. معرفش القطن سريع الاشتعال ليه. استخبيت من عند ماما، استخبيت من بابا عند الجيران، والحاج جارنا استسمح بابا ما يضربنيش وعدت على خير. كويس ان باباكي يعني سمع كلام جاركو. كان في فيشة لازم، كان في فيشة لازم، وانا بحطها في الكوبس لازم اضيف حاجة خشب صغيرة كده عشان ما تخرجش من الكوبس. للأسف بدل ما اضيف حاجة خشب صغيرة يعني حطيت مسمار مكان عود الكبريت، وما يشوف عينك غير النور. كنت شغال رعاش واسناني بالكهرباء بتخبط في بعضها وشعري وقف. طبعا يعني بدل ما تحط فيشة. علاء حمدان بيقول منشور عرفنا فيه، عرفنا فيه كل الناس الهبلة اضحكوا وفرفشوا. الحقيقة لسه في ناس تاني يعني، انا ما جبتش بقية التعليقات، هجيب تعليق اخر يعني. سارة فرج تعليق ده برضو عاجبني، بس جبارة انت يا سارة. سارة فرج بتقول كنت بلعب انا وابن خالي اللي في سني، وكان جاي جري ورايا، رحت قافلة الباب على ايده، رحت قافله على ايده الباب، وحرفيا دي كانت اكبر حاجه بشعه عمري ما انساها لانه صعب عليا. طبعا لازم يصعب عليكي بعد ما كسرتي ايده. وساره فرج برضو بتقول ايه، كنا في الحضانه، مره كنا في الحضانه كان في بنت مش بحبها، كنت اقول لها تعالي حبوسك واروح عضها جامد لحد ما خدودها اتعلم، وكل مره اقول لها حبوسك مش هعضك، بس كانت طيبه وبتصدقني وانا في كل مره بعضها. انت حرام عليك يا ساره جباره. طبعا منال توفيق بقى صديقتي العزيزه بتقول ايه، نزلت البحر انا وجيراني البنات ودخلنا جوه لغايه العلامه، طبعا العلامه دي بعدها في غريق خلاص ما فيش حد يعني يدخل بعد العلامه دي خطر قوي. فبتقول نزلنا البحر انا وجيراني البنات ودخلنا جوه لغايه العلامه اللي في البحر، وقعدنا ننط من عليها ومبسوطين قوي او ربنا. وعدى الوقت واحنا شايفين الشط لكن العيله مش شايفانا، لقينا مطروح كلها جايلنا في الميه. يعني انت وصلت العلامه بتنطوا كمان، لقينا مطروح كلها جايلنا في الميه، وطلعونا لقينا اهالينا في حاله انهيار وبكاء فاكريننا غرقنا. والله ايمان كان معانا عوامه سودة الكبيره دي، بس مش عارفه خايفين على ايه، احنا كنا في البحر وحوالينا ناس كتير، خايفين من ايه؟ عالم قلوقه. لا مالهمش حق يعني، شايفينكم على العوامه بتنطوا وكمان بتقولي عالم قلوقه. الحقيقه يعني انا كده استعرضت. طبعا الكومنتات لطيفه جدا، وكل الفانز اللي عندي لطاف خالص يعني، انا بعتذر ان انا ما قدرتش اقرا الكومنتس بتاعتهم، لكن الحقيقه كل الكومنتات كانت تقريبا متواجده معايا دلوقتي، كومنتات لطيفه وتضحك جدا. انا سعيده قوي ان احنا يعني عرفنا، يعني عرفنا ارسم على وجهكم ابتسامه. ان شاء الله هحاول كل فتره كده اسال سؤال وننزل عليه كومنتس تكون لطيفه زي كده. سعيده جدا ان انا قابلتكم. لو عجبك الفيديو هتضغط على علامه الاشتراك وعلى علامه الجرس، وكمان هتسيب لي تعليق، واي تعليق يوضح لي انك انت عديت على الفيديو. مبسوطه ان انا قابلتكم. طبعا انتوا عارفين ان موعدنا كل يوم الساعه 8 بنلتقي مع فيديو جديد. اشوفكم على خير غدا ان شاء الله في تمام الساعه 8. دمتم في رعايه الله وامنه.